مصر هي اللي هتبقى ضد حقوق الانسان. وانتوا فاهمين يعني ايه لما هيجيبوا كل الاخوه اللي في فلسطين على الحدود على المعبر المصري ويقول لك مصر مش عايزه تدخلهم، وساعتها يبقى مصر هي المجرمه، هي اللي ضد الانسانيه، اللي في الوقت اللي كل الكلاب زعماء الغرب بيتماروا عشان يقدموا الدعم للكلاب الصهاينة. وبكرة بكرة انا اؤكد لكم ان العربيات الدعم هتدخل، لان الباشا الكبير هيكون موجود يقول لك هو اللي حل، هو اللي دخل المساعدات. عنده زهايمر يا عم بايدن ده. بيتباروا. رايحين يقولوا لهم ناقصكوا ايه نعمله لكم؟ ناقصكوا ايه يا اولاد ال نعمله لكم؟ قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. يمين يمين.